وكالات العالم وشاشاتها نقلت الحفاوة الكبيرة في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تلبية لدعوة من أخيه السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة. إن دلت على شيء إنما تدل على المكانة الكبيرة التي يحظى بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى السلطنة قيادة وشعبا. تحمل الزيارة أهمية خاصة لأنها أول زيارة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان للسلطنة منذ توليه مقاليد الحكم في 14 من مايو أيار، الأمر الذي يجعلها زيارة تاريخية. وتبقى العلاقات الأخوية بين الدولتين الشقيقتين تشهد تطورات متواصلة ونموا كبيرا في جميع المجالات، ما جعلها نموذجا يحتذى به لأنها تمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو مزيد من التعاون والتنسيق بدعم قيادتي البلدين لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ما يصب في صالح تحقيق الرفاهية والازدهار لبلديهما.